بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في مؤتة، وقد كان زيد بن حارثة حب رسول الله وقائد الجيش، هو أول الشهداء، فاستلم الراية منه جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم يقاتل في سبيل الله. قتل حامل الراية ولم يهزم، بل استلم الراية شخص أشد ضراوة. أترى ما أراه أيها القائد؟ قطعت يده اليمنى ومع ذلك لم يستسلم، بل حمل رايتهم باليد اليسرى ويقاتل وهو ينزف. ها هي اليسرى قد قطعت، فارتمى على الراية بعضديه يمسك بها. ما هذا الرجل؟ ومن هؤلاء الناس الذين يدافعون عن دينهم حتى آخر قطرة من دمائهم؟ قطعت يد جعفر بن أبي طالب اليمنى، فتمسك بالراية وظل يقاتل وهو ينزف حتى قطعت يده اليسرى، فأمسك الراية بعضديه وأخذ يقاتل بجسده وهو ينزف حتى سقط شهيدا. سقط جعفر بن أبي طالب ولم تسقط الراية، فحملها عبد الله بن رواحة وانطلق يقاتل في سبيل الله. Thank you.
سقط عبد الله بن رواحة، آخر من سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. أنت يا ثابت. لا والله، ما أنا بفاعل، ما أنا بفاعل. إذن فهو خالد بن الوليد. نعم، هو خالد بن الوليد. حمل خالد بن الوليد الراية، سيف من سيوف الله، يقاتل لأول مرة في صفوف المسلمين، فيصطلحون عليه لما له من خبرة عسكرية وتجربة حربية. أخذ خالد بن الوليد يقاتل ويقاتل حتى كسر السيف من يده، فيأخذ سيفاً آخر ويقاتل حتى يكسر السيف من يده ويبدله بآخر. 9 سيوف كسرت في يد خالد من شدة وضراوة القتال، ولم يتبق معه إلا صفيحة يمنية ظل يحارب بها. صبر الصحابة في ذلك اليوم وقاتلوا بشجاعة ولم يهنوا إلى آخر النهار. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه حتى جاء الليل وتوقف القتال مؤقتا. يا قوم، والله إنا قد نفذنا أمر رسول الله، وقد رأوا منا بأسا شديدا، وعلموا أن هناك رجالا تحمي هذا الدين بإذن الله ورسوله. وماذا ترى يا خالد؟ أرى أن نتراجع ونعود إلى المدينة. نعم رأي يا خالد. ولكن إن تراجعنا الآن هلكنا، لابد من خطة محكمة حتى لا يتبعنا الروم. وضع خالد بن الوليد خطة محكمة للتراجع حتى لا يخسر رجاله من جيش المسلمين في معركة طويلة. نعم، فقد وضع فصائل الجيش بطريقة مختلفة، حيث جعل الميمنة في الميسرة والميسرة في الميمنة، وكذلك المقدمة في المؤخرة والمؤخرة في المقدمة، وجددوا الرايات. أغثنا أيها القائد العظيم، أغثنا. ماذا حدث أيها الجندي؟ لقد جاء المدد للمسلمين، جاء جيش كبير لا قبل لنا به، وهم يقاتلون بضراوة أشد وأقوى. قاتلوا حتى نطلب مددا آخر من الروم. أما أنتم فاضربوا بخيولكم في الرمال حتى يعلو الغبار ويعلو، فكلما على غباركم كلما ظنوا أن المدد كبير. سيدي القائد العظيم، إن المدد لا ينتهي، سوف يقضون علينا إذا استمر هذا المدد.
الآن تراجعوا أيها الجند، تراجعوا بسرعة الآن. ولكن لو جاءوا خلفنا؟ لا تقلق يا أخي، لن يحدث هذا. إنهم يتراجعون، فلنتبعهم ونقضي عليهم. لا تتبعوهم بعد كل هذا المدد، يتراجعون؟ إنها لمكيدة كبيرة يريدون أن يجرون إليها في الصحراء. تراجعوا تراجعوا. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين ليخبرهم بما رآه من أخبار أصحاب مؤتة، وقال لهم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وكانت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان الدموع. ثم قال: فأخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزل جعفر بن أبي طالب واحتضن أبناءه وهو يذرف الدمع. يا رسول الله، كأنك علمت أمراً من جعفر وأصحابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، لقد أصيبوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخافي، فإني وليهم. ثم بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة جعفر وقال لها: إنه رآه في الجنة يطير بجناحيه، ومن هنا سمي جعفر الطيار. عاد خالد بن الوليد وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد واجهوا أعظم دولة في ذلك الوقت، 3000 يواجهون 200,000 في مؤتة، يواجهونهم بإيمانهم وصبرهم وحبهم لله ورسوله. بسم الله. يحمينا من موج الحياة.
لاحقنا المختوم غالي وحبك ملينا بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا غالي وحبك ملينا في قلوبنا وعنينا ما انت اللي بيك فرح الحزين وعالصراط مادت ايدين بنقول وراك مليون امين عالجنه